ما ادري أيوة لو سمحتوا لي يعني في فرق بين واحد يجاهر بحيث يخرج وبين واحد ارتكب معصية كبيرة عند الله عز وجل لكنه مغلق على نفسه في بيته. أيوة. نفسه في بيته أنا ماليش دعوة. الفارق بين الشيء أيوة. الذي للسلطة أن تتدخل فيه وبين الشيء الحرام الذي هو رقابة بين الإنسان وبين ربه، يعني مراقبة لله سبحانه وتعالى. طب يعني لو الشريعة الشريعة ترى أن الحجاب فرض، الدولة اللي تتحدث عنها مش بتكلم عن السعودية وضعت قانون يفرض الحجاب، موقفك كالليبرالية نلتزم؟ نعم نلتزم فيه. تلتزمي؟ نعم. وفي الطيارة نشيله؟ وفي الطيارة تشيلي 90% من السعوديات يشيلونه في الطيارة. عارف ليش؟ لأن إحنا ما تربينا على أنه الدين معاملة، إحنا تربينا على أنه الدين غصب عليك حتسوي الحاجة هذه وإلا حيضربك رجل الهيئة في الشارع. نعم. والدليل خليني أقول لك حاجة، إحنا مش مجتمعات محافظة. نعم. نهائيا إحنا مجتمعات منغلقة، معليش، ولا احنا مجتمع دينية. انت تقبلي هنا السلطة الدينية خوفا؟ لحظة طبعا احنا مش رضوخا ولا ايمانا. احنا ملزمين. بقول لك حاجة، احنا ولا توجد سلطة دينية طبقت حقيقة السلطة الدينية. احنا مش مسلمين بنصلي 5 فروض في اليوم؟ نعم. مش شرط الصلاة الوضوء؟ نعم. مش الشرط الطهارة؟ معليش، تعال تفرج على شوارعنا، على شوارعنا، فين الطهارة؟ فين تطبيق الدين؟ فين تطبيق النظافة؟ معليش، مش احنا المتدينين، اليابان البوذية هي البلد المتدين. نعم. اذا تبغى تقيسها بالدين لانها طبقت المعاملات. طيب انا اسف بس